السلام على سيدنا المسلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعد اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في كندا، ان شاء الله تكونوا طيبين خيرين دافين. اليوم في معايا موضوع مهم جدا، وهو اللي بيلاقوه الناس الجداد اللي بيوصلوا لهنا لكندا، وايضا الناس الموضوع باختصار الموضوع هو عباره عن الناس اللي بيوصلوا لهنا لكندا جداد، تمام؟ يمكن يكون عندهم اقامه او جنسيه او اي شيء، وبعدين بيولدوا يعني زوجاتهم تولد هنا. المشكلة هنا الآن إنه هذا اللي ولد اللي يقع له طفل هنا في كندا يشتي يخرج إيش؟ جواز لابنه. فهو من شروط تعبئة الجواز أو استلام الجواز والحصول على جواز إنه يكون عندك ضمين له حدود 3 سنوات أو 6 شهور أو حاجة زي كذا، إنه يكون يعرفك. الآن كيف تحصل الضمين؟ ما دام إنك إنسان جديد أكيد ما تعرفش حد لمدة 3 سنوات هنا، فكيف هتحصل؟ فهذه المشكلة اللي بيعانوا منها الناس الجداد اللي هنا. ايش اللي تعمل؟ بدل ما تروح تدور واحد او يعبي لك اوراق ويقول على اساس انه يعرفك 3 سنين وتدخل في نفسك في مسائل قانونيه، ما في داعي تعمل هذا الشيء. ايش اللي تعمل؟ بكل بساطه تدور على حاجه اسمها نوتري بابليك. تدخل على جوجل تدور على نوتري بابليك، تشوف اقرب مكان منك، تروح لعندهم، تدفع رسوم معينه بسيطه ويعبي لك يعني يوقع لك على الاستماره كضمين وخلاص. يعني ما في داعي انك تدور شخص يكون يعرفك 3 سنوات او اي شيء. فزي ما قلت لك تبحث على حاجه اسمها نوتري بابليك وتحصل واحد، تروح تعبي استمارات معينه ويعبي لك ويوقع لك الاستماره كضمين وخلص. يعني سهل، موضوع سهل جدا. فشكرا جزيلا لكم على متابعتكم، واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.